حليم وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيم وعود. وترنيمة اليوم اسمها تعبان من الخطية، وهذا كان حالي، مش لأني كنت في خطايا كبيرة عشان أكون أمين معكم، لكن أكبر هاي الخطايا الصغيرة اللي كانت في حياتي كان المسيحية الإسمية اللي كنت عايشة، إني يدعى علي اسم المسيح وأنا ابن عائلة مسيحية، مولود مسيحي وحامل هذا الاسم، فمستسهل اسم المسيح اللي حامله لغاية ما الرب يحن عليك وصحيك وزي ما صحاني، إنه هل أنت عايش تمثل هذا الاسم؟ أنت إلك أبو في السماء، هل أنت ابن على الأرض تستحق هذا التبني؟ في صراعك وأنت في المسيحية الإسمية بتواجهك مشاكل. أنت مسيحي فأنت تعتقد أنك أنت مع المسيح وماشي معه، لكن في تعب مستمر، في التعب النفسي المستمر، إنه يا رب طيب ليش المشاكل ما بتنحل؟ وليش أنا نفسيا مش مرتاح؟ وليش في تعب في حياتي؟ وليش بحاول أطبق وعود الكتاب على حياتي ما بتمشيش؟ لغاية ما أنا صحيت والرب ورجاني إنه إذا أنت مش عايش مسؤولياتك واجباتك كيف تطلب حقوق؟ إذا أنت مش عايش المسيح كيف تقدر تقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ فطالما أنت بعيد عن الله أنت في الخطية، لكن هو دايما قريب، وفعلا التعب بيكون بعدك عنه، زي ما بقول في الترنيمة: تعبني بعدي عنك، راجع متأكد إنك بتقبلني يا يسوع. أول ما ترجع مثل قصة الابن الضال أو الابن الزكي في الكتاب المقدس اللي تاه وغير طريقه ومشي في الخطية، لكن أول ما رجع إلى نفسه رجع إلى أبوه، إلى أبوه الأرضي. لكن أنت عندك أبوك السماوي اليوم، ارجع له، ارجع بتوبة. لو أنت بعيد، مسيحي اسمي خسارة، أنت عندك كنز مش مستعمله ولا عارف تستعمله، لكن يدعى عليك أنه موجود عندك. غير مسيحي، اعرف المسيح من فضلك، اعرف عنه، حاول تختبره، حاول تسأله يسود على حياتك لحتى تشوف التغيير اللي بريحك من كل تعب. مين بيقدر يقول زي ما قال السيد الرب له كل المجد في إنجيل متى الإصحاح 11 الآية 28، آيتين 28 و29، بيقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، فتجدوا راحة لنفوسكم. مين غير الله بيقدر يريح؟ صلاتي إليك اليوم زي ما بصلي لنفسي كمان، لو أنت بعيد قل له: يا رب أنا محتاج أتحرر فيك، محتاج أتغير فيك، والأهم يا رب محتاج أخلص من أحمالي وخطيتي اللي سببها بعدي عنك. يا من وعدك أنك بتقبلني، أنا بشكرك لأنك تسمع الصلاة وتستجيب لما بصلي في اسم يسوع المسيح الغالي، ولك كل كرامة ومجد. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. ترنيمة وعود.
تعبان من الخطيه وزادت الهموم علي وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع عيشني المسيحيه مش بس دين في الهويه ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع تعبان من الخطيه وزادت الهموم علي وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع عيشني المسيحيه مش بس دين بالهويه ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع راجع متأكد إنك تقبلني يا يسوع كلمي قادر تحييني لمسي قادر تشفيني غيرني يا يسوع تعبني بعدي عنك راجع متأكد إنك تقبلني يا يسوع كلمي قادر تحييني لمسي قادر تشفيني حررني يا يسوع اشفيني احييني حررني يا يسوع تعبان من الخطيه وزادت الهموم علي وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع عيشني المسيحية مش بس دين بالهوية ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع عارف وكل عيوبي شايف غيرني يا يسوع رد البهجة لقلبي قويني نور دربي محتاجك يا يسوع يلي أفكاري عارف وكل عيوبي شايف غيرني يا يسوع رد البهجة لقلبي قويني نور دربي محتاجك يا يسوع غيرني قويني محتاجك يا يسوع تعبان من الخطيه وزادت الهموم علي وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع عيشني المسيحيه مش بس دين بالهويه ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع تعبان من الخطيه وزادت الهموم علي وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع عيشني المسيحيه مش بس دين بالهويه ارحمني يا يسوع 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 ارحمني يا يسوع.
يسوع. وترنيمة تعبان من الخطية فيها مقامين مكتوبة على مقامين، الحجاز على درجة الري والرصد على درجة الصول. بصلي هالكلمات تكون بتريحك لما تعرف إنه طريق الراحة هو الرب، ما في غيره، يسوع المسيح الطريق الوحيد للراحة والخلاص. قبل ما أودعكم مع تقسيمي بصلي إنه يكون معاكم دائما وسلام ويدوم في حياتكم. سلام المسيح. ترنيمة وعود.